صحتك في غذائك. استضافة أخصائية في التغذية للترق معها إلى الأبعاد الصحية للأغذية. بيكول بيهلثي على الحياة أفاق. عسلام ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين اللي برانشية معنا توا على 90.3. زادة تحية لكل من يتابع فينا من خارج أرض الوطن على www.الحياة.fm. بعد الريفيون بالطبيعة والاحتفالات باش تكون ثم مخلفات كالكسوا سكريات وإلا دهون، وبالطبيعة ما نجموش نتخلصوا من السعرات الحرارية بسهولة، لكن نجمو نحميوها من تخزينها. شنية الحاجات اللي نجمو نعملوها باش ننظفوا بدنا؟ هذا الكل أكثر باش نحكيو فيه مع مدام سونيا بوعلاك، أخصائية في التغذية ورئيس قسم الصحة الوقائية. عسلام مدام سونيا. عسلامة أروى، مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين، إن شاء الله عامنا مبروك على الناس الكل، وعام كل المستمعين مبروك عليهم. إن شاء الله عام مبروك عليك زادة أنت يا مدام سونيا. مدام سونيا، احنا اكيد برشا خلبزناها في الريفيون من سكريات ومن دهون وبرشا حاجات، معناها ديجا تراكمات هذيك مش تكون عندها تبعيات مش باهيه من بعد. احنا ديما نلوجوا يا اروع على التوازن الغذائي، مهما كانت الاكتيفيتي نتاعنا ولا كانت الحفلات ولا، يلزمنا الكل يكون عندنا توازن غذائي. انا ناخذ 3 وجبات في اليوم، والوجبات تكون معتدله، ما تكونش ياسر معناتها كوبيوز، ما تكونش ياسر فيها دهنيات، ما تكونش ياسر فيها سكريات. ناخذ بانتظام كما معروف عليه انه 55% سكريات و 30% دهنيات و 15% زلاليات، وهذا ينقسموها حسب لا غاسيون اليمونتير معناتها حسب معناتها الوجبه الغذائيه اليوميه، الوجبات الغذائيه اليوميه. دونك اذا كثرنا احنا في وجبه من وجبات خاصه في ليله راس العام انه ياكلوا برشا سكريات وبرشا دهنيات ويخلطوا ومعناتها ما غير حتى رقابه وما غير حتى توازن غذائي، نحاولوا باش معناتها نشربوا برشا ماء، ومن غدوه باش نحاولوا نخرجوا كل التوكسين الكل وقت السموم اللي حصلناه في بدنا، نحاولوا باش حتى فطور الصباح مش لازم ناخذوه، نعملوا ديت دريك كما نقولوا، نعملوا خاطر مش يكون مدام سونيا فما مخزون كبير نتاع السكر في البدن ديجا. نعملوا ديت دريك، نعملوا معناتها كيما نصوم ونشربوا برشا ماء، مش لازم ناخذوه معناتها الفطور الصباح. وحتى كان الفطور نتاع نص النهار ناخذوه ليجي، لازم تكون فيه برشا دي سوب هكا نتاع خضر، ونعملوا معناتها ونشربوا معاه الماء بكدا، ونعملوا دي تيزان، ونخفوا على بدنا معناتها السموم اللي معناتها تقول انت رتحوه للوندما بدنا هكا ولا حتى الايام المقبله، معناها نحاولوا ما ناكلوش حاجه دسمه برشا. فوالا رتحوه في النهار اللي بعد، وحتى الايام اللي بعد تكون غذائنا متوازن، يكون خفيف، يكون ليجي، ناخذوا حاجات، نركزوا على لي سوب معناتها، نركزوا على السلايت الخضار معناتها، نحاولوا باش تكون معناتها الغاسيون كالوريك نتاعنا ماهيش مشتته، ماهيش عاليه برشا، دونك سور لو بلان كالوريك خريرات. ونشربوا الماء، نشربوا بزيد، لان حتى اكثر من 60 في اليوم، باش نحاولوا ريت الصباح نتاع ليلة راس العام لازم نشربوا الماء باش نحيو اكلي توكسين السموم اللي حصلناها. هذه النصيحة مدام سونيا كلك سوا، معني احنا حتى لو كان اي حفلة احتفال ولا حتى معني في الدار خذيت اعشاء ياسر دسم، دونك لو لوندومان دو بريفيرونس نشربوا برشا ماء. فوالا، وتخصص، مش لازم تاخذ فطور الصباح، عندك ديجا عندك دي ريزيرف وعندك كل شيء، معناتها اللي كليته في الليل يخول باش يعاونك معناتها باش يعدي لك النهار، تشرب الماء بكدا باش تنحي اكل الدهنيات اللي كليتها برشا والسكريات، خاطر ما يلزمناش الافراط احنا راهو كيما قلنا هذايا المنصوح ديما ونقولوا ديما ما نفرطوش، ناخذوا غذاء متوازن وغذاء اكيليبغي ماذا بينا، وبنتطوع متنوع اما الكونتيتي نقصوا قد ما نجموا. معناها فطور الصباح كيما نقولوا معناها حتى كويس حليب سي لارجمون سوفيزون هكا ولا؟ اي حتى مش لازم حتى كاس الحليب، لا نشربوا ماء. ماء هكا ماء ودي تيزان، دي تيزان، التيزانات هذوك باهيين معناتها. والنصيحه هذه حتى للصغيرات مدام سونيا؟ الصغيرات نحاولوا خاطر عندهم كونسونس معناتها اون جو النمو نتاعهم، فوالا الحاجات الاسونسيال مثلا كاس الحليب ما ينساش تعطيه له. خفف عليه، ما تعطيش برشا سكريات، ما تعطيش برشا خبز، ما تعطيش، خفف عليه، اما تعطيه الوجبات الرسميه معناتها الباز كيما نقولوا البازيك نتاع ماكلته لازم يقعد. وحتى المعده مش تكون حتى الهضم نتاعها صعيب شوي، هذاك علينا ننصحهم ياكلوا برشا لي فيبر. يلزم نخفوا على المعده خاطر لا ديجيستيون، عمليه الهضم
شفتوه كل هضم تاع دهنيات ومتاع معناتها مأكولات معناتها دسمة يكون معناتها ثقيل شوية ما يكونش سريع. دونك ماذا بينا احنا نخففوا قد ما نقدروا، مثال كي ناخذوا دي سوب دو ليغوم معناتها كيما نقولوا نعملوا سلايد خضراء هذوكم يخففوا يخولوا باش الترانزيت يكون خير معناتها بوغ اسيغي لو ترانزيت هذاك انتستينال وما يعطلش معناتها الهضم ويكون حتى السرعه في الهضم تكون معناتها موجوده. فوالا معناها هذوما الكل النصائح اللي قدمتهم لنا. زاد كيما قلت انت نشربوا برشا لتيزان، نشربوا برشا ماء، تاي اخضر بعد الفطور منصوح به هكا ولا لا؟ ماذا بينا بعد لا تاي الاخضر تاي الاخضر ولا الاحمر ولا القهوه اللي فيهم التنان الكل هذوكم سيسون دي كيلاتور نتاع الحديد اللي ناكلوه في الفطور نتاع دونك ينجم يعاون على وجود الانيميا وما احنا ما نحبوش بالطبيعه تكون ماكلتنا متواصله وفي وقتها ومعناتها ونسقوا ما بين المأكولات اللي باش تاخذوها كل معناتها وقت ووقته. وثلاثة وجبات هذوكم نحافظوا عليهم بالطبيعة. نحافظوا عليهم وشربان الماء هو الباز اللي من لتر ونص حتى لترتين في النهار. هذاك من اللي يبدا الصباح من لتر الصباح ناخذوا الماء. ماذا بينك زوز كيسان ماء على الصباح دوك ينظفوا. ديما ينظفوا ريت معناتها عمليه التنظيف نتاع الصباح يلزمها لابد منها باش التوكسين الكل يتنحاو. هي ديما منصوح بها شرب الماء حتى على الخواء معناها كلكو سوا لي كونديسيون وحتى معناها انت ما كليتش معناها من قبل بليله ديما كي نقوم الصباح ماذا بينا على الخواء نشربك الكاس ماء. باش تكون تعشيت معناتها تعشيت معناتها العشاء هذاك فيه سموم معناتها ماذا بينا نحاولوا باش نصفك السموم هذيك ونعاودوا من جديد. معناتها اللي دي فيه تتكون من جديد البنيه نعاودوا نبنيوها نتاع نهار كامل. دونك مدام سونيا ناكدوا على شربين الماء، شربين لتيزان، الماكلة الخفيفة زادا موجود تبارك الله تاو لي فيتامين سي، موجود الخضروات بانواعها تاو في فصل الشتاء تكثر بالكدا، دونك نكثروا من السلايط، نكثروا من لي فيبر، هذوما الكل مهمين. اي الالياف معناتها السوب خاصة باهين برشا، نحاولوا باش نعاونوا الترانزيت معناتها نعاونوا معناتها الماكلة باش تتهضم بسرعة في البدن. ونشربوا برشا ماء كيما قلت لكم وماذا بينا ماكله خفيفه حتى على طول الجمعه هذيك اللي عندنا بعد السهريه القويه اللي فيها برشا دهنيات وسكريات اكيد حد اللي ماكلاش برشا مش يكون كلا شويه. احنا اون جينيرال تبدا الطاوله ما شاء الله من هنا الغادي اكيد معناها العبد يكون كلا كميات معناها غير المعتاده. اي يعطيك الصحه مدام سونيا، شكرا لك على تواجدك معنا بالتليفون. شكرا لكم اعزائنا المستمعين اللي كنتوا تتابعوا فينا، ان شاء الله الايضاحات اللي عطيتها لكم مدام سونيا ابو علاق تكون كافيه وشافيه لكم. كانت معكم اروى غيث كوتي ميكرو نوفل الشرطاني في الاخراج التقني محمد قدح، امن لكم الديجيتال. صحتك في غذائك، استضافه اخصائيه في التغذيه للترقم معها الى الابعاد الصحيه للاغذيه. بيكول بيهلتي على الحياة أثر.